بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدة أمينة أردوغان سيدة تركيا الأولى، السيدات والسادة، الأخوات والإخوة في شبكة منظومة وطن والضيوف الكرام والأعزاء فريق وطن، تمثل مؤتمرات وطن منصة تجمع العاملين في الحقل الإنساني والمدني، وتهدف لدراسة الواقع وتحليل الاحتياجات، وتسبر معطيات واقع القطاعين، تحدد أوليات المرحلة، تحدد أوليات المرحلة القادمة، وتبحث في أطر الاستدامة، ترسم الخطط وترسم خرائط الطريق، وترسم معها آليات تتبعها. كما لأننا ندرك أن ليس كل الخطط هي بأيدينا وبأيدي شركائنا للإنجاز، فإننا في هذا المؤتمر أيضاً نرفع التوصيات لأصحاب القرار، ونضع بين أيديهم توصياتنا بشأن السياسات. ولفريق وطن فإن هذا المؤتمر هو لحظة انطلاقة لخططنا التنفيذية لعامنا الحالي. أما لشبكة وطن فإن هذا المؤتمر هو مساحة لأن نتعلم من بعضنا البعض، لأن نتشارك المعلومات، وأن ننسق من أجل عمل أفضل. إن هذا اللقاء فرصة لإعادة شحذ الهمم، وإنه احتفال بمنجز العام الماضي معكم، مع داعمينا، مع مانحينا، مع ضيوفنا الكرام. وهذه الوقفة السنوية هي وقفة للتفكير، وقفة للتأمل، وطريقة لنأخذ فيها خطوات نوعية نحو الأمام، مبنية على احتياجاتي وعلى تبعات ما يحتاجه مجتمعاتنا المستفيدة. أيها السيدات والسادة، احتضنت هذه المدينة العظيمة، احتضنت اسطنبول مؤتمرنا منذ عام 2011. وإذا نظرنا في شعارات هذه المؤتمرات منذ عام 2011 إلى اليوم، لوجدنا فيها طاقة إيجابية وفاعلة نبعت منكم، نبعت من كوننا معا. بدأت بحلمنا العارم بسوريا المستقبل، بسوريا الجديدة، وها نحن اليوم في 2018 نعقد مؤتمرنا تحت شعار مستقبل واعد. أيها الحفل الكريم، وقد تحدثت عن أهداف هذا المؤتمر، فلا بد أن نقف وقفة الشكر لداعمينا، وقفة الشكر للذين رعونا في هذا المؤتمر ورعوا أعمالنا بشكل عام. الشكر لآفاد ولهلال الأحمر التركي. الشكر موصول أيضاً لراعينا الرئيسي منظمة النورواك والخارجية الهولندية، وأيضاً لمؤسسة نماء. لولا هذه الرعاية لما كان هذا الجمع ممكناً. لولا هذه الرعاية وهذا الحضور الجميل الذي أراه من هنا لم يكن هذا الحضور ليكتمل. الشكر قطعاً وفي حضور السيدة الأولى، الشكر لتركيا ولهذه المدينة العظيمة ولأهلها التي احتضنتنا واحتضنت مؤتمراتنا السابقة. السيدة الأولى، السيدات والسادة، في وطن إن رؤيتنا هي العمل من أجل مجتمع حر كريم، قائم على أساس التسامح والاحترام والعدالة الاجتماعية. إن فريق وطن هو مجموعة من المؤمنين بالقيم الإنسانية، هو مجموعة من العاشقين لعملهم. فبينما بين هذا التمازج الرائع بين الرؤية
وبين اندفاع الفريق نصل إلى ما نصب إليه دائما. أما طريقة وطن فإننا وضعنا مرتكزا أساسيا هو شراكاتنا، هو فهمنا للواقع، هو التماسنا لحاجات الناس، ووضعنا ضمن هذا الفهم دائرة تحكي عن الديمومة. فنبدأ بالانتشار، نبدأ بتلبية الحاجات الطارئة السريعة، ومن ثم ندرس مجتمعات المستفيدة ونلبي احتياجاتها، نسعى لتقوية المؤسسات العاملة في هذه المجتمعات فهي ضمان للديمومة والاستمرارية.